قصة المحروقات مثل قصة إبريق الزيت، فبعد مشهد الطوابير أعلن المصرف المركزي أن استيراد البنزين لغاية الثلاثاء المقبل سيبقى على سعر 22200 ليرة، وابتداء من الاثنين تستطيع المصارف أن تبيع ليرة لبنانية نقدا مقابل الدولار الأمريكي النقدي أو بالعكس على آخر سعر منصة صيرفة من دون تحديد سقف للكمية المتداولة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة. مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ فادي. يعني أنا اليوم عم بحكي كمواطن، صرت عم بدفع تقريبا نص مليون ليرة لا عب بنزين وفوق منها عم بنزل، بدي منك يعني كلمة بصراحة، لوين رح نوصل وشو آخر المعطيات؟ أنتم معوضين علي وكل الشعب اللبناني، نحن كنقابل وخاصة أنا بنحكي الأمور كلها مثل ما هي. اليوم قلت كلمة حضرتك أنه عم بدفع نص مليون وعم بنزل، هالكلمة أنا قلتها امبارح بوزارة الطاقة وقدام معالي وزير الطاقة. اليوم بيكفي المواطن أنه صارت بنص مليون التانكي لازم تكون متوفرة، وما ذنب المواطن إذا بنك المركزي أمن دولار ولا ما أمن، إذا صيرفة أمن للمصارف ولا ما أمن. المواطن اللبناني عم يقبض معاشه باللبناني وبده يدفع محطات البنزين باللبناني، وهذا كان رأيي وهذا بيضلني قاتل على أساسه أنا. اليوم كيف بتصير العملية؟ تحويل عملية تركب الأمور كيف بتزبط بين جدول الأسعار بين مصرف لبنان والمصارف والشركات، هذا شأن الدولة وشأننا نحن نحل هاي الأمور. أما المواطن بده يدفع باللبناني بيكفي طوابير، بيكفي إذلال، بيكفي حقن للمواطن اللبناني. إذا في خلافات على بعض أمور ما بدنا نفش خلقنا نحن بالمواطن. اليوم صباحا قمت باتصال بدولة الرئيس ميقاتي أنا شخصيا، ومشكور دولة الرئيس ميقاتي، كان في تجاوب اهتم كثير، عمل اتصال بوزارة الطاقة بمصرف لبنان بالشركات وفرض فرض دولة الرئيس تفتح الشركات اليوم وتسلم بضاعة، وأخذ وعد من مصرف لبنان إنه البضاعة اللي بتنباع بالليرة اللبناني جمعة وسبت وأحد واثنين تتحول هذه المبالغ على 22200 يوم الثلاثاء بمصرف لبنان. هذا الموضوع انحل، بس نحن ما بيكفي نحله للثلاثة نكون أخذنا بنادول، نحن بيهمنا ينحل بالمستقبل. صحيح، ما يكون عطول المواطن رهيني. نعم، انه بعدنا عم نحكي ضمن حلول مؤقته، وبينما سعر صفيحه البنزين ما بقى عندها سقف، يعني لوين واصلين؟ طب هلا رح يفتحوا هلا المحطات؟ يعني هذا اللي عم نقوله، يعني مثل ما صار اليومين الماضيين ببعض محطات صار في فراغ، وهذا الشيء نحن ضده، صاروا يقبضوا دولار من الزبونات لانه الشركه طلبت منهم دولار كاش. بس اذا ما كان اليوم في سقف لهذا الموضوع، اذا ما كان في اتفاق رح يفلت السوق. أنا هذا الشيء ضده. لا، خلينا ماشيين مثل ما كنا ماشيين، يتأمنوا الفلوس من مصرف لبنان من المصارف وتضلها صايرفة تشتغل لأنه صايرفة بتعمل ضوابط، ما يتركونا للسوق السعودي. شكراً. من وقت صايرفة الجمعة هاي ما ضخ أموال بالسوق، الدولار صار ب 25 يمكن يصير 30. هيدا اللي عم نحكي، يعني بعد ما في حل للموضوع. شو ذنب المواطن اللبناني؟ يعني صار لنا فترة طويلة ماشيين بسياسة الترقيع. وصلت المعلومة، ستكوني هذا الشيء غلط. نعم، عذرا لضيق الوقت، شكرا لك ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة. من أزمة المحروقات إلى أزمة الدواء، وبعد أن حذرت لجنة أصحاب الصيدليات من انقطاع مخزون الدواء في الصيدليات نظرا لتغير سعر منصة صيرفة، فيما وزارة الصحة لم تصدر مؤشر جديد لتعديل أسعار الأدوية، فهل سيصار إلى انقطاع الدواء؟ عضو تجمع أصحاب الصيدليات دكتور محمد جابر يوضح لصوت بيروت انترناشونال. نحن ما منحب نوصل لأقفال، نحن ما منريد أبدا نوصل لأقفال، بس بالنهاية إذا أنا مثل ما صار معنا بزمانات، إذا نفذ الستوك تبعو للصيدليات شو منكون عملنا؟ ما عندنا شيء نقدمه ساعتها للمواطن. هون فتنا بمشكلة إنه أنا هاي الصيدلية اللي فيها تكاليف تشغيلية كتير عالية والصيدلي ما عم يقدر يحصل دواء لحتى يسلمه للمواطنين ليطلع ما بدي أقول القوت اليومي، بدي أقول طلع المصاريف التشغيلية، فصار عاجز عن إنه يكفي، هو مجبر.